استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بقصر القضيبية صباح اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وخلال اللقاء أكد سموهما أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة كركيزة لأمن واستقرار المنطقة بما لديها من مكانة وثقل إقليمي ودولي كبير، وما تبذله من جهود في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. وشدد سموهما على أن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي صمام أمان المنطقة والعالم، وأن أي محاولة لاستهدافها يجب أن تجابها بوقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على استقرار الأوضاع العالمية ككل. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد خلال اللقاء إلى بحث عدد من الموضوعات التي تتعلق بالجهود المبذولة لتحقيق تطلعات المواطنين في مختلف المجالات. وأكد سموهما أن جميع المشروعات الخدمية التي تشهدها مناطق البحرين غايتها الأولى تلبية احتياجات المواطنين في حياة كريمة، وأن هناك حرص متواصل على الإسراع في وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.